عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي، يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي، والراجل جاي بالفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجة. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن يا عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونه يا بابا، طفونه. خد عفونه مش طفونه، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لولو مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسرهوش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بابا طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم انا قلت يعني لكم انا قلت الله الله. برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي، ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم، يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قاعد بقول انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ ناتشفة، ناتشفة زي المتشفة. يعني ايه يا لمبي؟ الله، ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت، يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت وليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي، وليه مقتدريه. اجل عايزه يا نجم، عايزه يا بنت، عايزه انت، عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. تعال هنا.
طب بالراحة، طب اطلع بره، طب بالراحة، طب خليك معايا في المتابعة، اتفقنا؟ خلاص اتفقنا. ازيك يا عم حنفي؟ نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضو؟ انا لا اسمي حنفي ولا انا مخبر، انا شحات اداري وعلى باب الله، ده انا حتى ما اكلتش بقالي 3 ايام وانت عارف يعني كده بقى يعني كده بقى يعني حنفي بالروس عطيه ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع ومخبر في اسمه بلاد دكرور رقم البطاقه 0-100-2-0-1. يا نهار اسود ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خربطوه حتى حتى خربطوه حتى حتى فرندا لنحن وصلي والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي عم فوزي عم فوزي عم فوزي صباح الخير عم فوزي. أحمر يا ابني. يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقالي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسالوا عليك خالص كده؟ ولا تليفونات ولا اي حاجه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالهنا والشفا. يا سبتي؟ انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين اللي قال لك؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل. مرات انا؟ يا نهار اسود. يا دكتور شواف اسمعني. الله. ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز عيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. يعني ايه اشرف؟ لا انا غريبه قوي.
اوعى تسنت اوعى تسنت مش اوعى انا ولا اعرف عمك مين على كده يلا ولا اعرف انا باخد اوعى تسنت انا اشرف سكرتيرك مالك اشرف ايه اشرف سكرتيرك مالك يا والله ما اخد اشرف ازاي الحمد لله اشرف انت خبطتني معلش معلش اصلا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده فرحت للدكتور فاداني دواء فظهر الدواء ده فيه منسيات يا حبيبي الف سلامه عليك الله يخليك احنا كل اه خلاص خلاص افتكرت احنا بقى هنا جايين ليه عشان قضية عشان قضية انهون فيهم لا لا ما تقلقش قضية جديدة المصحف ما تخافش انا مكلم الاستاذ رافع المحامي هو اللي هيترفع في المحكمة ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي انا اللي هترفع نعم انا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي واقوم بالمرافعات يا ريت ايه اللي غير رايك كده يا ده احنا ليه عرقنا احنا وشقانا يروحوا لبره مش احنا عرقنا احنا اولى بيه بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانة تروح قافش مني مياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه ابني بيسهل وما بيسهلش انت هتفضحني في الشارع ما تشوف طب حال المهم يلا انت قلت لي انت مين خدمتك ام احمد طب عدى يا حاجه واعلن عن قدومي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ يا اهلا وسهلا يا اهلا اتفضل اتفضل يا استاذ يا اهلا وسهلا الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة الدوار ده ملك نحن بالورق لكن هم واخدينه وضع يد كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد أيوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني هذا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني حلو قوي عيلة ابو حديدة اتلمم وهجموا على الدوار ايوه وهب قامت العركة اوبا امال ايه؟ انا بعد ما قال اللي يعرف يضربطني يضربطني وقع فيها حنجل ابو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قالك اللي يعرف يزقلطني يزبطني اللي يعرف يخرجني يفرجني ماشي ايوه قدام مين ايوه بقى مين البطل الجديد قدام 20 نفر من عيلة ابو حديدي احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سيادة القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سيادة القاضي ده المتهم بريء يبقى هو كده كان في حالة دفاع عن النفس لا لا ما انتش فهمان اخذ ياخذ الاكل وراح اقعد قعدنا ما انتش فهمان حاجة احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم الحجج القديمة اللي من سنة 1920 لا نهار اسود يعني تقريبا من بداية الخليقة بداية خليقة ايه؟ لا موجودة في الدوار في الدوار عنديهم هناك خبير ايه طيب هو قول لي حاج انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو طب واسم الجد؟ جلط واللي بعده؟ ملط ومن واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج راح فين انت؟ لا ابدا اصلا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم لازم ايه اهضم البتاع ده يعني هتاكل تاني بص يا حاج مجنون انت ولا مجنون 10 مليون ليه ليه يا اخويا ليه الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا طب حاول تثبت ها اثبت مش انت بتقول الدوار بتاعنا اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك اثبت كيف ما الحجج عند الحدايدة طب ولا يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان ٢٢ مليون جنيه و750 الف و18 قرش باي عليك وعلى خلفوك حسبتها كيف دي؟ لا حسبتها كيف ده وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك طلباتك شيك مرصفي ب 10 مليون جنيه وخد بالك خد بالك يا حاج مفيش وقت خلاص الوقت قزح
والوقت كالقزح اللي انت قزحه قزحك، مش هتروح تجيب محامي محنك زيي إيه. فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على اساسها اقدر اتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق على خيرة الله. يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ.